السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، النهاردة جايبه لكم وصفة جميلة جدا لتبييض وتنظيف الأسنان. وصفات تحفة جدا، مش وصفة واحدة. كمان هنعمل غسول حلو قوي لتعطير رائحة الفم، وكمان بيخلي رائحة الأسنان وبيشيل الجير اللي بيبقى موجود على الأسنان. هنعمل وصفات متعددة وانتي اختاري الوصفة اللي تعجبك. يلا بينا، تابعيني لاخر الفيديو علشان تشوفي الوصفات الجميله اللي احنا هنقدمها النهارده. وما تنسيش لو اول مره تشتركي في القناه، فعلي الجرس واشتركي في القناه معايا عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده ان شاء الله. وما تنسيش لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير لاصحابك عشان كله يستفاد. يلا هنبدا مع بعض نعمل الوصفه. اول وصفه هعملها ان شاء الله هحتاج فيها القرنفل. زي ما انتم شايفين كده، القرنفل بنجيبه من عند العطار او اسمه المسمار. القرنفل ده جميل جدا، ده غير ان هو مسكن للالام، يعني كمان لو انت عندك الام في الاسنان تحفه جدا جدا، بيسكن الالم وكمان بيخلي رائحه الفم جميله قوي قوي. انا هحتاج معلقه من القرنفل، وده بيكون شكله اهو زي ما احنا شايفين كده، ده القرنفل او المسمار، يعني هو اسمه القرنفل او المسمار. انا هحتاج معلقة واحدة، ولكن هحتاجها مطحونة، يعني نطحنها في الخلاط بتاعنا وهي هتبقى معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد ما طحناها هعمل ايه بقى بعد كده؟ هجيب معايا هنا نصف ليمونة اهو زي ما انت شايفة. عايزة اقولك ان الوصفة ديت يعني لو لثتك حساسة بلاش تضيفي الليمون، وممكن تستعملي مية، يعني ممكن نحط مية بدل الليمون. لكن لو لثتك ما بتتحسس من الليمون، هنضع ايه نصف ليمونة بالشكل ده اهو كده، وهقلب الوصفة بتاعتي بالشكل ده. كده الوصفة بتاعتنا بقت جاهزة زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى الفرشة وهبدأ اخد الخليط كده على الفرشة وادلك بيه الاسنان. الوصفة دي جميلة قوي قوي، بتخلي الاسنان ريحتها جميلة قوي، بتخلي ريحة الفم حلوة، وكمان بتزيل الجير وبتزيل اي اثار من الجير على الاسنان. استعملي الوصفة دي يوميا، كل ما تغسلي اسنانك استعمليها، هتخلي رائحة فمك تحفة جدا، وكمان هتزيل الجير اللي بيبقى متراكم ما بين الاسنان. يعني انت لو عندك جير في بين الاسنان، بدل ما تروحي عند دكتور وعمليات وبتاع وكده، الواحد بجد بيبقى متضايق من المكنة بتاعت الاسنان دي. لو استعملتي الوصفة دي على طول هتخلي اسنانك على طول ما فيهاش جير بإذن الله. ده بالنسبة للوصفة الأولى اللي احنا قلنا عليها. طيب بالنسبة بقى للوصفة التانية، الوصفة التانية هحتاج فيها بيكربونات صوديوم. بيكربونات صوديوم جميلة جدا لتنظيف الأسنان، وبتخلي الأسنان واللثة نظيفة دايما. كل اللي انا هحتاجه برضو معلقة من بيكربونات الصوديوم، وهحتاج نصف ليمونة. عايزة اقولك ان الوصفة دي ما تنفعش خالص للثتها حساسة، يعني يمكن الوصفة الاولى تنفع، لكن الوصفة دي ما تنفعش للثتها حساسة خالص. هبدأ اضيف الليمون برضو اهو على بيكربونات الصوديوم، شايفين بيحصل التفاعل بالشكل ده، وبفرشة الاسنان برضو هبدأ اخد من الخليط ده وادعك بيه الاسنان، بينظف الاسنان وبيزيل الجير اللي بيبقى موجود على الاسنان. كمان عايزة اقولك حاولي باستمرار غيري معجون الاسنان كل شهر، يعني ما تمشيش على نوع معين من معجون الاسنان، كل شهر غيريه. حاولي تعملي تفريش دايما للاسنان، التفريش ده مهم جدا، ان احنا بنفرش الاسنان وبنغسلها كويس قوي بالفرشة. حتى لو انتي مش حتى يعني اوقات كتير بنبقى عايزين مثلا نغسل سناننا ونتفاجئ ان مفيش معجون. طبعا لو مفيش معجون هنعمل ايه؟ هنتصرف عادي جدا، ممكن نستخدم القرنفل زي ما قلنا كده، ممكن نستخدم بيكربونات صوديوم، ممكن الليمون فقط نستخدمه لتنظيف الاسنان. اوعي في يوم تهملي وما تغسليش اسنانك، خلي اسنانك دايما نظيفه، ودايما اعملي لها تفريش بالفرشه واغسليها.
في حاجة كمان عايزة اقولك، ان ممكن بدل القرنفل ممكن تستخدمي صودا الخبز. صودا الخبز ده ممكن نجيب رغيف العيش ونحرقه على النار، وبعد ما نحرقه على النار بنحمصه كويس قوي، وبعد كده بنكسره ونعمه ونطحنه ونخليه بودرة، وبرده بنبدأ نغسل بيه الأسنان وبيخلي أسنانك نظيفة وجميلة إن شاء الله. ده بالنسبة للوصفات اللي أنا قلت لكم هقدمها لكم النهاردة لتنظيف الأسنان وإزالة الجير اللي بيبقى موجود حوالين الأسنان. نيجي بقى للغسول الجميل اللي احنا هنستخدمه وهيخلي رائحة فمنا جميلة، ده غير ان هو كمان بيعمل على تنظيف الأسنان. ايه هو الغسول اللي انا هستعمله النهاردة ده؟ انا هجيب كوب من المياه تكون دافيه، يعني ما يكونش ساقعه قوي ولا تكون سخنه، ميه دافيه بسيط جدا، وهضيف عليها نص معلقه من القرنفل المطحون اهو بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، نص معلقه فقط من القرنفل، وهقلبها، هبدأ اقلب الكوب بتاعي بالشكل ده اهو، ودي هتبقى عبارة عن مضمضة هستخدمها لتنظيف الفم من الروائح الكريهة او من بقايا الطعام، هنتمضمض بيها مضمضة مش شرب يا حبايب قلبي، يعني هنحطها بقنا كده ونتمضمض وندلق المية، اوعوا تشربوها. دي بالنسبة للمضمضة اللي انا هستخدمها عشان اعطر رائحة الفم واخلي رائحة الفم تكون نظيفة وجميلة. من الوصفات الحلوة برضو ان انت لازم تعمليها دايما، المضمضة دي مهمة جدا جدا لانها برضو بتنظف الفم، لو في اي بواقي اكل حوالين الضروس حوالين الاسنان هتطلعها لك بسهولة، ده غير انها هتخلي رائحة فمك جميلة قوي قوي. نيجي بقى للزيوت. الزيوت لو انت عندك زيت السمسم، زيت جوز الهند، زيت الزيتون او زيت عباد الشمس، كل اللي احنا هنعمله هناخد معلقه من الزيوت، اي نوع من الزيوت، يعني معايا هنا زيت الزيتون، لو انت برضو عندك زيت جوز الهند عادي، زيت السمسم، اي نوع من الزيوت عندك، هتعملي ايه؟ هتاخدي معلقه واحده منه وهتبداي تمضمضي بيه الفم من اعلى لاسفل، تعملي غرغره كده، وبعد كده هتبداي يعني تتخلصي منه في الحوض، مش هنبلعه. الوصفه دي كمان بتخلي رائحه الفم دايما حلوه، وكمان بتزيل اي جير موجود ومتراكم حوالين الاسنان وحوالين الفم. لو انت مش عايزه تتمضمضي بالزيوت ممكن نجيب مبشور البرتقال وهنبشره، تبشري قشر برتقانه وهتضعي عليه معلقه واحده من زيت الزيتون. انا كنت عملت الوصفه دي قبل كده والحمد لله عجبت ناس كتير قوي، بتعمل تنظيف وكمان بتخلي ريحه الفم حلوه، يعني قشور البرتقال جميله قوي، بتخلي رائحه الفم دايما عطره وجميله. كل اللي انت هتعمليه هتبشري برتقاله وهناخد القشر بتاعها وهنوضع عليها معلقه من زيت الزيتون. وصفات سهله وبسيطه وجميله جدا ونتائجها حلوه قوي، هتعجبكم ان شاء الله، جربوها واستفادوا بيها وان شاء الله تعجبكم وتخلي اسنانكم زي اللؤلؤ باذن الله. الوصفات اللي انا شخصيا بحبها وبستعملها، انا بستعمل دايما وصفه القرنفل لان بجد بتبقى حلوه، وغير انها ما بتاذيش اللثه، لكن الوصفه ديت بتحتاج لثه من حديد، يعني الوصفه بتاعت البيكربونات الصوديوم دي ما تنفعش ابدا للثه الحساسه. فانتي حاولي تختاري الوصفه اللي تكون مناسبه للثتك وتكون مناسبه معاكي وتكون متوفره كمان عندك. حبيب قلبي دي كانت الوصفات الجميله اللي احنا حبيت انقلها لكم واقول لكم عليها، الوصفات الحلوه قوي بتخلي الاسنان نظيفه وكمان بتخليها بيضه، بعيد عن اي عمليات جراحيه وبعيد عن الدكتور اللي احنا بنروح بقى تحت الجهاز وبيبقى متعب جدا جدا، ده غير ان دلوقتي الكشوفات بقى بتبقى غاليه وتنظيف الاسنان بيبقى غالي جدا. احنا نعمل حاجه نظيفه عندنا في البيت ونستعملها وان شاء الله نتائجها حلوه قوي قوي، بس الحاجات الطبيعيه بتحتاج يعني وقت، يعني انت اعمليها واستمر عليها كانك بتستخدمي المعجون بتاعك، هتشوفي نتيجه حلوه قوي باذن الله.
الوصفات دي انت ممكن تستخدمي المعجون بتاعك عادي جنب اي واحده منهم، يعني انت ما تستغنيش برضو عن المعجون، وزي ما قلنا غيريه كل شهر، غيري النوع بتاعك، يعني كل شهر جيبي نوع مختلف عشان ما تعوديش الاسنان على نوع واحد. لازم لازم يغير المعجون حبيب قلبي، ما نستمرش على نوع واحد من المعجون. وهنغسل بنوع بوصفة معينة من دول، اي واحدة تكون مناسبة معاكي، وتعملي جنبها المعجون بتاع الاسنان، وبيدي نتائج حلوة وفعالة والله، بيخلي رائحة فمك عطرة وجميلة ان شاء الله. يا رب يا حبيب قلبي جيجي الوصفات اللي انا قدمتها النهارده تعجبكم واستفادوا بيها باذن الله. اعملوا الوصفات واستفادوا بيها، وكمان اعملوا غسول، علشان غسول ده تحفه جدا، وانا شخصيا بجربه وبيعجبني قوي، ودايما بعمله بحطه في ازازه كده في الثلاجه، ولما بغسل اسناني بتمضمض بيه كل يوم قبل ما انام. ان شاء الله كل الوصفات فعاله معاكم حبيب قلبي جيجي. يا رب الوصفات اللي انا قدمتها النهارده تكون عجبتكم، وتكون نتيجتها كويسه وفعاله معاكم. من الوصفات الحلوه اللي انا دايما بستعملها وبحبها، احب دايما استعمل الغسول ده واتمضمض بيه قبل ما انام، بيديني نتيجه كويسه قوي في تبييض الاسنان، وبيخلي اسناني جميله، وكمان بيخلي رائحه الفم عطره وحلوه. ما تنسوش حبايب قلبي، وعجبكم الفيديو تحطوا لايك وشير للفيديو لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب وانستجرام، وان شاء الله استنوني في وصفات تانية كتير جديده مع جيجي للوصفات الطبيعيه.